جمعت الفريقين وكلها لريال مدريد، لكن لا يريد برشلونة أن يحقق للريال هذا الحلم، وبالتالي يريد العودة للمباراة. وديفيد فيا الآن يحاول العودة لبرشلونة. الله ديفيد فيا وين في الجول، وبالتالي يتعادل برشلونة، يتعادل برشلونة في الكرة الماضية القذيفة المحطوطة. تحرك ميسي فجاءت خطورة برشلونة، تقدم بها. الله الله الله، مثل هدفه في دوري الأبطال في مرمى فاندرسار، هنا اختار حقيقة مرمى كاسياس وحطها وين؟ حطها في مرمى كاسياس بهذه الجودة الكبيرة والجميلة، وبالتالي يعود فريق برشلونة من الفرصة الأولى، يأتي التعادل وتأتي الفرحة الكتالونية الآن في مدريد.